كوفيد 19 أزمة حقيقة مست صحة البشر، ولكن تأثيرها كان بآلاف المرات أكثر حدة على التوازنات الاقتصادية الكبرى. نقدر نقول لك راح ندخلوا حتى في الإفلاس، ومن الممكن أنه نغلقوا كارمو. هذه الأضرار كلها أي وكالة كما خسرتش 2 مليون دينار. كنا في حدود 50-60 طلبية في الشهر، حتى 80 طلبية، لحقنا حتى 350-400 طلبية. حتى بالكميات كذلك، معناتها مشكلة في المراحل الجاية حسب الخبراء ممكن تدوم إلى سنة 2024، وهذا إشكالية كبيرة.